وبنهاية صباحنا لليوم رح نروح نحكي عن موضوع جدا مهم، وهو موجود حوالينا بواقعنا بين الأشخاص، محيطنا الاجتماعي المهني، وين ما رحنا ممكن نلاقي في ناس بيجيدوا أسلوب التلاعب النفسي. شو هو هذا التلاعب النفسي؟ كيف بيأثر على شخصيتنا؟ كيف بيأثر على أحلامنا وأهدافنا؟ شو هي أهم الطرق المتبعة للتلاعب النفسي لحتى نحن نقدر نتأثر فيه؟ هدول المعلومات وغيرهم حجاوبنا عنهم ضيفتنا لليوم، وهي الاختصاصية النفسية زينب أبو طه. يسعد صباحك ست زينب. صباحك أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نعرف التلاعب أو التلاعب النفسي كمفهوم. هلا مفهوم بشكل مختصر هو انه شخص بيتلاعب بنفسية شخص اخر، او بيستغل نقاط ضعفه، او بيخدعه، او بيوهمه بشيء، طبعا عن طريق انه تشتيت النفسي والفكري للطرف الاخر، بتكون الهدف او الغاية طبعا انه يلبي مصالحه الشخصية. طبعا رح نتعرف على المفهوم اكثر او يتوضح وقت نعرف الاساليب. خلينا نروح ست زينب بالاساليب، واليوم كل حدا هيك عنده تلاعب، موضوع تلاعب نفسي عم بيكون مخضرم بهدول القصص. تماما. هلا بالنسبه للاساليب بدنا نعرف انه في اساليب كثير كثير فوق ما نتخيل، ولكن اليوم رح نحكي عن اكثر الاساليب المنتشره. الاول اسلوب يعتبر اللي هو يعتبر من اكثر الاساليب المنتشره والمعروفه، اللي هو لوف بومبينج او القصف الحب. نعم. او قصف الحب، هون المتلاعب بهي الحاله ببدايه العلاقه بغرق الطرف الاخر بالحب، الهدايا، الكلام المعسول، باللطافه، بالبدايات الجميله وكثير. ولكن وطبعا بيكون هون الهدف من هذا التصرف انه يعلقه تعلق عاطفي سريع. نعم. بس هون بدي انوه لفكره، مو اي حدا مثلا ببدايه العلاقه قدم هيك، هذا يعني انه هو شخص متلاعب، اكيد لا. رح نلاحظ بدايه العلاقات دائما في هيك شيء. ولكن الشيء اللي بميز اسلوب التلاعب بهي الحاله انه التصرفات مبالغ فيها جدا، بالاضافه كل شيء سريع. يعني مثلا هون المتلاعب بعد فتره بتلاقي بعد ما قدم واعطى وعمل كل شيء حلو علق الطرف الاخر فيه، بتوقف وبيبعد. فالضحيه بهي الحاله شو بصير؟ تلحقه. بصير يخلق مبررات للطرف الاخر، بتلاقيه مو فهمان شو عم بيصير، دائما عم بيحاول انه يصلح العلاقه ويخليها ترجع زي قبل. فبهي الحاله الضحيه بصير بحاله طاعه، وهذا الهدف من المتلاعب، من الهدف من الاسلوب اللي عمله انه يخلي الطرف الاخر بحاله طاعه له مشان يسهل السيطره عليه، ياخذ الشيء اللي بده اياه. طيب اليوم هذا الشخص أسلوب اللي عم بيقوم باسلوب باساليب التلاعب، هل هو ممكن يكون عنده نقص معين بشخصيته، او شو اللي الدوافع اللي بتخليه فعلا يمارس هذا الشيء مع الاشخاص الثانيين؟ هو اول سبب هو دوافع نقص بشخصيته. كيف يعني؟ مثلا مو حاسس بقيمته بهي الحاله، هو مثلا بشخصيته مو حاسس بقيمته، فعن طريق انه يعلق اشخاص ثانيين او يعذبهم بحبه، بحس انه هو شخص مرغوب فيه، او هو شخص كثير محبوب، او ممكن في دوافع مثلا اضطرابات الشخصيه زي اضطراب الشخصيه النرجسيه، اضطرابات كثيره، او في عندنا دوافع مثلا عدم معرفه او تقليد. هلا بالفترات الاخيره اذا بنلاحظ كثير انتشرت، صار في ترويج كثير على هذا الموضوع. هلا اي حد يفتح على اليوتيوب كيف تجعل الشخص يدمن حبك من خلال ثلاث ايام. ايه تمام. كثير عاد تنبسط هاي العناوين، فبتاخذ الاساليب بتروح بتطبقها بدون اي معرفه، ما بيعرفوا انه هاي اساليب تلاعب مرضيه، اذا طبقناها بهي العلاقه تماما رح تتدمر. طيب اليوم هدول الاساليب وقت اللي عم نطبقهم، ان كان على اشخاص، ان كان بدافع العاطفي، احيانا بيكون الدافع مادي، احيانا بيكون للاساءه، لزعزعه ثقه الشخص بنفسه، هدول كلهم لهم تاثير سلبي على شخصيه الضحيه. خلينا نقول يعني، وانا برفض كلمه ضحيه، مفروض يعني انه هذا الشخص ما ياثر عليه اي شيء يعني، بس وقت اللي بيوقع بهذا الفخ شو اكثر شيء ممكن يتاثر فيه؟ هلا بتاثر على كل النواحي للاسف. من الناحية الأول شيء، قد ما كان ثقته بنفسه قوية بتتراجع. ليش؟ لأنه أسلوب التلاعب النفسي أنت مستحيل تحذري أن الطرف الآخر عم بيتلاعب عليك إذا ما كان عندك معرفة بالأسلوب. فبتلاقي ثقته بنفسه تراجعت، بتلاقي تعلق مرضي بالطرف الآخر بدون ما يحس. نعم. دائما محور تفكيره الطرف الآخر، محور تركيزه، بتلاقي تراجع على كل المستويات، المهني، العاطفي، الفكري، على كل المستويات. حتى في اشخاص ممكن يوصل للانتحار، في اساليب مثلا بيتقصد المتلاعب انه يعلقه، بعد ما يعلقه تعلق عاطفي فيه بصير بينتقده لدرجه انه يمسح له ثقته بنفسه. فممكن في اشخاص
بيوصلوا لحاله الانتحار. في اشخاص بيدخلوا بمود الاكتئاب تماماً. لانه في اشخاص بيوصلوا لمرحله الاضطراب، بفوتوا باضطرابات مثل الاكتئاب، اضطرابات نفسيه، وكثير تاثيرات يعني بعكس تاثيرات يعني على كل النواحي للاسف. نعم. طب هي التاثيرات اليوم لما بدها تجي والشخص يتلاعب بالشخص الاخر، الشخص الاخر اللي هو عم يتم التلاعب فيه نفسيا، اليوم شو الاسباب اللي بتخلي فعلا هو تكون شخصيته لهي الدرجه انه ممكن يندرج وراء اي شيء يتبعه؟ اليوم هل عنده بيكون مشاكل نفسيه؟ هل ممكن يكون هو شخصيته ضعيفه او هذا الشيء من البيئه بيكون عنده نقص شيء معين حتى ممكن انه يتعلق او اي شخص ممكن يتلاعب بنفسيته وبمشاعره؟ هلا اي من احد العوامل ممكن الشخص ما يكون عنده ثقه بنفسه، فهذا الشيء بيسهل انه يتطبق عليه، بس فعليا هاي تطبق على الكل يعني بشخصيته قويه ولا شخصيته ضعيفه، لمجرد ما عنده معرفه هدوك. لانه شو بيعملوا؟ الاسلوب بخليك تقومي باستجابه غصبا عنك اذا ما كنتي واعيه عليها. فاجباري بتلاقي استجاب، مثلا استجاب للتعلق باساليب معينه او بتصرفات معينه. طيب بسؤال اخير ست زينب، اليوم نحن معرضين لهدول الاشخاص بحياتنا ومتواجدين بكثره من خلال عملنا ومن خلال علاقاتنا الاجتماعيه والمحيط ايضا، كيف قادرين نحمي انفسنا؟ هلا اول شيء لمجرد معرفتي بالاسلوب انا حميت حالي بكون 70%. ليش؟ لانه تخيلي مثلا انت عندك معرفه بلعبه معينه وجاي حدا يلعب عليكي، شو رح تكون رده فعلك؟ رح تضحكي انه عمين، صح؟ ثانيا انا بعد ما اعرف الاسلوب بدي احدد الهدف، شو الهدف هو بده منه؟ واحاول ما اعطيه الهدف اللي بده اياه، لاني اذا اعطيته الهدف انا رح اكون عززت السلوك عنده، بالاضافه لانه دائما غير انه رح يستمر رح يتطبق علي، بينما انا حددت الهدف وحاولت قد ما في اني ما اعطيه فما بتطبق علي السلوك. هاي الاشياء بده شوية خبرة وشوية بده كثير الواحد ينتبه، زي ما قلت لها انه في اسل هي اسلوب بيجبرك لان تقومي باستجابة معينة. تمام. بده يكون الواحد منتبه، والنصيحة الأخيرة انه يفضل انه الواحد يبعد عن هدول الأشخاص، ما يحاول معهم يعني ما حدا منهم يصلحون اصلا يعني. انا ما بصلحهم، اشخاص انانيه. تخيلي في حدا مثلا عم بيبني سعادته على حساب انه يدمر نفسيه شخص اخر. وما اكثرهم في الحياه. شكرا ست زينب لحضورك اليوم، شكرا لك المعلومات اللي ذكرتيها، ان شاء الله هيك نصائحك تكون وصلت للجميع. شكرا لك. شكرا لك للمعلومات اللي قدمتيها والنصائح. بقيه نهار حلو لك.